السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة الجمعة، جمعة مباركة علينا وعليكم. يا رب تكونوا جميعا في احسن حال. والنهاردة هنكمل الجولة بتاعتنا لسوق الوكالة يوم الحد، وان شاء الله هكمل لكم بقية الجولة، لاني كنت قصدة ان انا اقول لكم احنا هنكمل لحد ما نوصل لشارع عش النخل وابو شبيكة والاماكن اللي هي خاصة بالمفروشات، وان شاء الله هفاجئكم باماكن فعلا مميزة واسعارها حلوة جدا. الجولة هنا كانت في حاجات برضو هعرف لكم مبدئيا كده. طبعا الجزء ده كان موجود في الفيديو اللي كان امبارح، وطبعا انا عارفة ان في ناس كتير يعني ما بتوصلش لاخر الفيديو، يعني كده كده انا عارفاكم في ناس ما بتوصلش او ما بتشوفش اخر الفيديو، فالجزء ده كان مهم، كنت عايزة برضو اوريكم، لان كان في فروشات هنا بجد فرصة، وفروشات معظمها فعلا لقطة، بتلاقي عليها حاجات حلوة جدا واسعارها بجد رخيصة وحاجات هي بلاش. طبعا امبارح كنت بعلق لكم على الشنطة دي، لان كانت شنطة بصراحة وشها مرعب ورهيب، وما اظنش ان في اطفال صغيرة تاخدها معاها او تاخدها معاها المدرسة. الست كانت قايلة 55 جنيه وبتفاصل، يعني بتقول 55 وزي ما تدفعي عادي. الفروشات هنا، اللبس والحاجات اللي جنبينا يمين وشمال، دي شنطة لانش بوكس يا جماعة جديدة، ما فيهاش ولا غلطة ولا فيها دوفو ولا قطعة ولا اي حاجة خالص، كانت ب15 جنيه، يعني ممكن كمان بتنزلي عن السعر ده كمان. اللبس دوت ب2 جنيه، كان فيه بناطيل جينز، كان فيه تيشرتات، فيه قمصان، كان فيه فساتين اطفالي كمان، والكوم ده كله برضو كان على 2 جنيه. فبصراحة الفروشات دي كلها حلوة جدا. المكان عشان برضو تبقوا عارفين شارع خضرة الجديد، وهو قريب جدا من شارع ابو شبيكة وشارع حش النخل. المكان دي من الاماكن اللي فيها بقى مفروشات باسعار بجد رهيبة، في ب5 جنيه، في ب10 جنيه، وهوريكم طبعا دلوقتي مع بعض المكان اللي هندخل منه. الستارة دي زي ما قلت لكم 3 في 3، وكان سعرها 100 جنيه، بتفصلي فيها ممكن تنزليها ل 75 80 زي ما هتتفصلي، لان كل الفروشات اللي في الارض دي الناس متهاودة جدا في السعر، يعني لدرجة اللبس بيوصل 2 جنيه، ولما تاخدي كوم الخمسة ب10 فبينزلوا كمان في السعر. فبصراحة يعني ربنا يكرمهم الناس دي، يعني أسعارهم بجد ما يعني يعتبر بيبيعوا ببلاش. المرجحة اللي هناك دي، اللبس ده يا جماعة كان ب5 جنيه، المرجحة دي كانت ب250 وجديدة، ما فيهاش ولا كسر ولا ديفو ولا قطع ولا أي حاجة، الكرسي سليم وكل حاجة كانت سليمة فيها. كوم الكوتشيات دي كان ب20 جنيه، بس هي مستعملة، يعني الكوتشيات دي كانت مستعملة، معظمها كانت براندات وحاجات كوتشيات، كان في برضو بوتات وكل حاجة. الفرشة اللي جاية دي بصراحة من احسن الفروشات، وهي دي اللي عجبتني بصراحة، كان عندهم شنط رخيصة جدا وشنط خاماتها كلها بجد تحفة، كان بيقول على 40 جنيه، البوكات 25 جنيه، هوريكم شكلها دلوقتي. بصوا الشنط بجد حلوة، كانت الناس بتاخد مش بالواحدة ولا اتنين، لا كانت بتاخد كميات، على فكرة في ناس بتتاجر كمان بتروح السوق ده عشان تاخد كميات وتبيعها وتكسب فيها، يعني لو انت هتاخديها ب40 وهتبيعيها، وطبعا هو بالجملة، او لو ما تاخدي كمية كتيرة مش هيديها لك زي سعر القطعة او سعر القطاعي، يعني الناس اللي بتاخد كميات كتيرة لا بينزلوا عن السعر عن كده كمان، يعني لو خدتيها نفترض مثلا ب40 وهتبيعيها ب50 شوفي هتكسبي فيها. الشنطة دي حلوة قوي، الخامة بتاعتها تحفة، اصلا القماشة بتاعتها مستوردة، بجد الشنطة فعلا تحفة. النهاردة دي الوكالة يوم الحد يا جماعة، عشان الفروشات دي او الاماكن دي بتبقى شغالة يوم الحد، خاصة دلوقتي ان انا عايزة اوديكم على الاماكن اللي هي خاصة بقى بالمفروشات.
في بقى عرايس عايزه تجهز، عايزه تجددي، عايزه تجيبي مفروشات، ستاير، ملايات، فوط، بجد من الاماكن الحلوه جدا. وكمان لو عايزه تروحي اعرفك المكان، وكمان من افضل الاماكن، وهديكي ارقام تليفوناتها وعناوينهم للي عايز يروح هناك. الفرشه دي من القمصان كانت ب25 جنيه، بقى كان شرطيات، بناطيل، جينز، كلها كده الكوم ده، وكانت الناس والله بتاخد منها حاجات حلوه قوي. اي حاجه 25 جنيه، قمصان مستورده على فكره، خامات، براندات، بناطيل، جينز، كل حاجه موجوده، والفرشه كلها كده اي حاجه بتختاريها، في حاجات اصلا جديده بالتيكت ب25 جنيه. الشارع ده بقى كله مفروشات، ملايات بقى، فوط، كل حاجة ان شاء الله بتلاقوها موجودة في الشارع ده. الشارع اللي انا دخلت منه ده اسمه شارع خضرة، لا اللي بره كان اسمه شارع خضرة الجديد. الشارع اللي احنا دخلناه ده اسمه شارع عش النخل. في تاني ممر بعديه على طول اسمه ممر ابو شبيكة، برضو بيبيع مفروشات، ملايات، فوط، وبيبقوا ايام الحد بس، يعني ما بيبقوش فرشين كل يوم. المكان ده او الفرشة اللي انا هقف لكم عندها دلوقتي موجودة كل يوم، مش يوم الحد بس، يعني لكم اختيارات اهو للي عايز يروح الحد بس، هتلاقوا في فروشات معينة بتفرش الحد. والفرشة بتاعت مايكل هنا ده موجود كل يوم. وكمان الفروشات التانية اللي هي عند ممر ابو شبيكة بتبقى ايامها الحد بس. كده انا عرفتكم الاماكن وامتى بيبقوا شغالين. الكوم ده كان ب10 جنيه، دي اكياس خداديات، اي كيس ب10 جنيه. صراحة كانت اكياس حلوة، والخامة بتاعتها تحفة، والسوست بتاعتها جامدة، يعني مش سوست اي كلام، لا كانت سوست حلوة قوي. انا وقفت لان يوسف ما شاء الله عليه كل يوم يكسر لي بقى في الاطباق الصيني والكوبايات، يطلع لي من النيش ويكسر، ما شاء الله عليك يا يوسف، ربنا يهديك يا رب. فبجد مش عارفة ايه العيال دي والله العظيم، ربنا يهدي. بصوا دي انا كنت اعتقد في الاول ان هي فوطة، لان هي اصلا خامتها تقيلة، وكان بيقول لي ب35 جنيه، بس كان بيقول لي بقى ان هي دي دواسة للارض، مش عارفة ازاي، بس هي دواسة للأرض ب35 جنيه. في منها ألوان كتير، وخاماتها أصلا يعني قطن وجامدة وتقيلة. هي تنفع على فكرة كفوطة، بس هو على كلامه إن هي دواسة للأرض. في منها كان ألوان كتير. الفوط بقى عنده أسعارها حلوة قوي، يعني في ديت بفتة بتاعة أطفال، والفوط الصغيرة ديت كانت ب5 جنيه. ب5 جنيه يا بنات اي بفته، اي فوطه، والكبيره كمان، يعني بصوا دي كمان ب5 جنيه، سعرها 5 جنيه والله يا بلاش. في فوط كمان مرسوم عليها رسومات اطفال كانت ب20 جنيه، اللي هي رسومات ديزني بقى، والرسومات المحفره او اللي هي البارزه. كل دي اسعارها 20 جنيه. دي فوطه مطبخ او فوطه ممكن سفره كمان، وسعرها 10 جنيه والله يا بلاش، سعرها حلو قوي. وفي منها الوان كتير، الوانها طبعا زي ما انتم شايفين، وب10 جنيه والله يا بلاش. برضو تنفع لو انت بتغطي بيها بقى حاجه عجناها وعايزه تغطيها لحد ما تخمر، حلوه قوي، لان هي قطن وجميله جدا. في منها الوان زي ما انتم شايفين كتير قوي، في الابيض، المستردة كان حلو قوي، كان في الكاروهات، فبصراحه الوانه حلوه، وكمان خامتهم قطن 100%. الست اللي ماسكاها دي برضو اهي، في منها كتير ب10 جنيه برضو. عنده احلى فوطة ب25 جنيه، هوريها لكم دلوقتي. طبعا عنده البشكير، عنده البورنوس، عنده كافة كل المفروشات، واسعارها زي ما انتم شايفين اسعارها معقولة جدا. وده من الاماكن اللي بتبقى فرشة كل يوم، يعني فاتحين كل يوم في الشارع ده اللي هو في سوق الوكالة. الفوطة اللي هو ماسكها دي كانت ب25 جنيه، بس خامتها كانت طرية برضو حلوة قوي. كان عنده اللي هو الشورت والفالنة، كان سعرهم 35 جنيه. الخامة بتاعتهم كان اسمها آدم. بصوا دي الفوطة اللي انا بقول لكم عليها، حلوة قوي للاطفال، يعني الاطفال تحب اصلا تدخل تمسح ايديها وتغسل ايديها عشان خاطر شكل الفوط الحلوة دي المغرية. البفتات او الفوط الصغيرة زي ما انتوا شفتوا كده ب5 جنيه سعرها. دي الفالنة آدم، كانت فرز تاني.
بس خامتها حلوة على فكرة، من افضل الحاجات اللي بتلاقوها، اللي هي بتبقى لونها مزهر شوية غير اللي هي بتبقى لونها ابيض باهت. لا دي حلوة والوانها كويسة طبعا، يعني اللون هو لون واحد طبعا الابيض، بس اللون بتاعها ناصع البياض، يعني كخامة حلوة او كمان هي قطن. دي الفوطة اللي انا بقول لكم عليها ب20 جنيه، واسمه مايكل، بيبقى فارش يوم كل يوم في الوكالة. بصوا بقى ده الكارت اهوت للي عايز يعمل له سكرين ويعرف مكانه فين بالظبط. ده قدام ممر ابو شبيكة على طول، اسمه مفروشات ابو جلال او مايكل. الفوط المقلمة دي في طبعا بشاكير كتير موجودة عنده، كان سعرها 40 جنيه. دوت بشكير كبير جدا مقلم كده وطويل، خامته والله حلوة قوي. ده نفس الكلام برضو، في بشاكير عنده اكبر بشكير كان موجود ب150 جنيه، اللي هو البشكير الكبير خالص. هوريكم شكله لان هو اكبر مقاس في انواع البشاكير. طبعا لو عروسة عايزة البشاكير دي موجودة اهي عندها. بصوا ده عامل 150 جنيه، في حاجات اصغر ب100، والفوط دي كانت ب35 جنيه، اللي هي لونها ابيض دي. شايفين ده برضو حلو قوي. خام الدجي عجبتني جدا اللي هو الابيض، بس انا ما كنت شايفه من من الفوط دي غير اللي هو ده، وكان سعرها 35 جنيه. والله معقول، وخامته قطن 100%، وحاجتهم اسعارها معقوله جدا. كان عنده برضو اكياس خداديات ب10 جنيه. وكده احنا شفنا مايكل وشفنا الحاجات اللي موجوده عنده. اتمشينا كمان الشارع ده بقى، اسمه شارع ايه، عش النخل. الشارع ده فيه الراجل ده اسمه هاني شكري، والفوط اللي عنده او البشاكير اللي موجودة دي كانت عاملة 90 جنيه. ده 90 جنيه اي بشكير قطيفة قطن، والالوان زي ما انتوا شايفين كتير، وينفع كمان للبحر. حلو قوي. اي واحد سعره 90 جنيه. بنات بصراحة خامتهم وشكلهم تحفة جدا. اللي ورا ده كان ب100 جنيه، هو ممكن يكون خامته كانت اتقل شوية، سعره 100 جنيه. الرصاصي كمان بصراحة عندهم تشكيلة حلوة جدا من الفوط، المفروشات، الشلتة دي كان سعرها 50 جنيه. الشلتة دي يا جماعة كان سعرها 50 جنيه، بصراحة عملية وحلوة، تنفع بقى كقعدة، خداديات، الكلام ده كله. الفوط القمر دي اللي هي الفوط المقلمة دي زي ما انتوا شايفينها، كان سعرها 10 جنيه، ب10 جنيه يا جماعة. الفوط دي برضو اللي هي زي فوط الصفرة او زي ما احنا شفناها كده عند مايكل، كان برضو سعرها 10 جنيه. بس انا شايفة كان عنده حاجات كمان حلوة قوي واشكالها كتير، تنفع كصفر، للمطبخ، للصفرة. انا بفضلها ان هي تكون للسفره كمان، والله حلو قوي وعمليه كمان. سعرها 10 جنيه، بصراحه يا بلاش. هحط لكم كمان رقم، وللي عايز يوصل لهاني شكري من الاماكن، بس ايه ان هو بيبقى موجود يوم الحد بس، غير يوم الحد بنلاقي الشارع ده محلات تانية خالص، غير محلات تانية، يعني غير الفروشات دي. الفروشات دي زي ما انتوا شايفين بتبقى يومها لحد بس. شايفين البشكير ده بصراحة حلو وواسع كده وكبير، وسعره كان عامل 100 جنيه. الفوط دي اللي انتوا شفتوها كان سعرها 10 جنيه، اي فوطة ب10 جنيه. كان في اكياس خداديات كمان اللي هو الابيض ده ب10 جنيه. الكيس واسع وكبير وقطن وحلو قوي، شايفين كبير واسع وسعره 10 جنيه بس، 10 جنيه. في فوط كمان هوريها لكم دلوقتي موجودة عنده، كانت سعرها 45 جنيه. بصراحة لا، يعني المفروشات اللي عندهم بالمقارنة بأماكن تانية بصراحة يا بلاش. كمان في أكياس خداديات اللي هي أكياس مخدات سرير، هتلاقوها برضو موجودة عنده. البشكير اللي هو كان ماسكه ده كان سعره 90 جنيه، كخامة وشكل وموديلات كتير، عنده ألوان كتير. اللي ورا كمان ده كان فيه ستاير، وكان فيه مفارش كمان،
اوريكم شكلها دلوقتي. بصراحه كان عنده كل حاجه، يعني كل حاجه تتوقعها من الفروشات، عنده بيضات كمان، وكان سعرها 10 جنيه. اوريكم شكلها دلوقتي، وفي البورنوس كمان. الفوط دي كان سعرها 40 جنيه، بس بصراحة كخامة وشكل القطن 100%، وألوان كتير، كل الألوان هتلاقوها موجودة عنده. كان سعرها 40 جنيه، سعر الفوطة دي 40 جنيه. بصراحة يا بلاش، بصوا ألوانها حلوة قوي، يعني لو عروسة عايزة بقى الجاهز هتاخد كذا علبة، اللي بتبقى عنده العلب كاملة، يعني العلبة مثلا فيها العلبة اللي هي بتبقى فيها 6، والوان كتير طبعا العلبه بتبقى متشكله، او لو انت مش عايزه تاخدي بالعلبه وعايزه تاخدي انت تنقي الالوان براحتك، تمام. بصوا بقى الفوط دي كلها كانت على 35 جنيه، اللي هي اللي لونها ابيض دي. كان عنده البورنوس ب 200 جنيه، البورنوس يا جماعه 200 جنيه، مقاسات برضو كبيره. شايفين الفوطه الحلوه اللي انا مسكتها دي، اللي هي فوطة برضو كانت ب15 جنيه، كان سعرها 15 جنيه. دي ستارة كبيرة، ستارة قطن تقيلة جدا، هي على التركيب على طول. الستارة دي يا جماعة 3 في 3، كان سعرها 200 جنيه. قطن قصدي قطيفة، وخامتها تقيلة، وزي ما انتوا شايفين. بس هو للأسف ما كانش فيه ألوان كتير، يعني هي الألوان اللي موجودة عنده هو اللون ده بس، كميات بقى كتيرة منها. بصوا كل دي ألوان الفوط المفارش التانية. شايفين اللون الأخضر اللي هناك ده مفرش سرير، بس ألوانه تحفة وخامته قطيفة وحلوة قوي. ده رقم هاني شكري، شارع عش النخل وكالة البلح، وبيقول ان هو بيبقى موجود في اماكن تانية في امبابة، يعني يوم الحد بيبقى هنا، وكل سوق بيبقى ليه مكان شكل. المفرش اللي هناك ده مفرش سرير ب75 جنيه. البيضات، البيضات سعرها كان 10 جنيه. دوت كفر مرتبة ووتر برو، كفر مرتبة يا جماعة 160 ب160 جنيه، وال 120 عامل 120 جنيه. كان منه ألوان كتير خالص، يعني في كذا لون، في الأخضر، في الأزرق، الفوشيا، اللبني، البينك، الأخضر، كل الألوان، يعني في منه ألوان كتير، الموف، الرصاصي. خامته حلوه قوي، وكمان ووتر بيرو يعني ضد الميه، يعني لو اتدلقت عليه ميه ما تسربش للمرتبه. وسعره زي ما انا قلت لكم، الكبير منه ب 160 جنيه، اللي هو سرير 160 عامل 160، والسرير ال 120 عامل 120 جنيه. ده المفرش اللي انا بقول لكم عليه، طبعا من اميز الحاجات اللي بتبقى موجوده عندهم كمان، وسعرها 75 جنيه. الملايات اللي فوق دي مفرش سرير ملاية، اللي هو بالاستيك، ملاية السرير باستيك 75 جنيه، كان في منها الوان كتير، اللي هو ملاية سرير باستيك. المفرش اللي هناك اللي انا بوريه لكم كان في منه اللي هو الاخضر واللبني والرصاصي. دي مفرش للكنبة، يعني يعتبر بيضات كده للكنبة والقطع بتاعت الانتريه كله. كانت القطعة دي عاملة 25 جنيه. دي بقى ب10 جنيه، تنفع بيضات بقى، كراسي، خداديات، وسعرها 10 جنيه بس. بصراحة كخامة تحفة، قطن 100% وحلوة قوي، وب10 جنيه بصراحة يا بلاش. هو ده المفرش اللي انا بقول لكم عليه، مفرش قطيفة، في نفس الشكل بالظبط ستارة، يعني لو انت هتحتاجيه لغرفة غرفة نوم، ممكن تاخدي كمان الستارة نفس الشكل ونفس الموديل ونفس اللون بالظبط. ده عامل 75 جنيه يا جماعة، قطيفة، خامته تقيلة، حلو قوي، يعني بصراحة تحفة. من الحاجات كمان اللي مميزة عندهم، كان في منه يعني النهاردة شفت الألوان اللي هي موجودة، اللبني والرصاصي، من نفس الموديل ده أو نفس الشكل ده. أنا حطيت لكم رقم هاني شكري للناس اللي عايزة تروح له وتاخد من عنده حاجات بالأسعار الحلوة دي، بصراحة أسعاره كويسة. كيس المخدات أهو،
ده كان ده كيس شلت او خداديات كبيره، وكان سعره 10 جنيه، 10 جنيه بس. ده البورنوس يا جماعه اللي كنت بقول لكم عليه، مقاسات كبيره قطن 100%، وكان سعره 200 جنيه 200 جنيه يا بنات. بصوا ما شاء الله الناس بتاخد من عنده طبعا كميات، لان اسعارهم بالمقارنه باماكن تانية حلو جدا واسعارهم معقوله. عجبني كمان مفرش الكنبه اللي هو ب 25 جنيه وكمان المفارش البياضات الصغيره سعرها 10 جنيه بصراحه يا بلاش. في كمان الفوط دي كان سعرها 15 جنيه طبعا قلت لكم عليها. اكياس الخداديات دي كان سعرها 10 جنيه. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده وجولتنا لسوق الحد في الوكاله. اتمنى تكون النهارده الجوله عجبتكم وتكون نالت رضاكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك واشتركوا في القناه. مع السلامه وفي حفظ الله، واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله.